through here. Well, on the way, please. أضرب شعب فلسطين عام 36 ستة أشهر احتجاجاً على انحياز بريطانيا للحركة الصهيونية. استشهد خلال الإضراب 195 فلسطينية وجرح أكثر من 800. نصح الحكام العرب الفلسطينيين بوقف الإضراب. المؤسف أن البيان لما طلع الأمير عبد الله موقع عليه وملك اليمن الإمام وناشدوا أهل فلسطين أن فكوا الإضراب يا أخي والأمور بنحلها مع الحليفة والحليفة نواها طيبة وكذا وكذا. وإعطاء بريطانيا فرصة حتى تثبت حسن نواياها، حسن نوايا بين قوسين. ومن المؤسف أنه حتى الآن نتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وعن مشاريع أمريكية وأوروبية ونقول فلنعطي الغرب فرصة لإثبات حسن نوايا، كأنه 70 سنة ليست كافية لإقناعنا بأنه ليس هناك حسن نوايا من الغرب. استجابت القيادة الفلسطينية واجتمعت مع لجنة التحقيق البريطانية برئاسة الإير بيل. أوصت اللجنة في تقريرها في يوليو عام 37 بتقسيم فلسطين. حددت لجنة بيل حدود دولة يهودية على ثلث مساحة فلسطين محددة باللون الأحمر، ودولة عربية على الثلثين الآخرين على أن يتم دمجها مع شرق الأردن، وتبقى منطقة القدس إلى يافا محمية بريطانية. نشرت الصحف البريطانية مقترح تقسيم فلسطين إلى 3 أجزاء، وردت صحيفة المقطم المصرية أن المشروع لم يرتجل وإنما حملته اللجنة معها من لندن. أقرت اللجنة مبدأ ترحيل الفلسطينيين عند الضرورة من أراضي الدولة اليهودية. يصر الصهيونيين من تقرير بيل كوميشن كل السرور، لأنه مضمون في التقرير فكرة ترانسفر، أي انتقال الشعوب من منطقة أخرى خلال عقيدتهم أو قوميتهم. فبالنسبة إلى الصهيونيين معنى ترانسفر يعني قد يوصلوا على دولة يهودية 100% مع حق وبرميشن الدولة المنتدب. فذلك كان يعني أحسن شيء في تقرير فيل كوميشن بالنسبة إلى الحركة الصهيونية. تنظيف وتطهير فلسطين من سكانها العرب من وجهة النظر الصهيونية عملية تم التخطيط لإلها عشرات السنين قبل وجود لجنة تسمى بلجنة الترانسفير التي كان يرأسها يوسف فايتس الذي كان يشكل الساعد الأيمن لبن غوريون، وهذا في سنوات 30. طبعا هذا يؤكد أن المخطط الصهيوني كان يدرس مسبقا ضرورة التخطيط المنهجي لتطهير هذه البلاد من العرب خدمة للفكر الصهيوني لكي يتسنى ترويج فكرة أرض بدون سكان لسكان بدون أرض. منذ الثلاثينات وخصوصا منذ أواخر الثلاثينات كانوا يناقشون فكرة الترانسفير لكن سرا، لذا لم يكن ممكنا لكثير من الفلسطينيين أن يعرفوا ما نعرفه نحن اليوم كمؤرخين وجدناه في الأرشيف. كان في جهاز تصنت يعني اليهود في الثلاثينات، هذا إشي أنا استغربت جدا. يعني المكالمات حاجة من الحسيني من مكتبه كان في تصنت اليهود وكانوا يسجلوا كل اللي بيحكي، وهيك كانوا يعرفوا كمان إذا في يهود بيحكوا مع جماعة حاج أمين، وكانوا يروحوا لأنتهم ويحكوا لهم أنتوا بتغلطوا، حتى ما حكوا أشياء أسرار يعني ما كشفوا أسرار. فيما بين عامي 36 و37 قتل البريطانيون 1000 فلسطيني مقابل مقتل 37 بريطانيا و69 يهوديا. في سبتمبر عام 37 حلت بريطانيا اللجنة العربية العليا الفلسطينية برئاسة أمين الحسيني، ونفت 5 شخصيات إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي، منهم رئيس بلدية القدس الطبيب حسين فخري الخالدي،
الذي وثق في مذكراته في سيشل مواقف بريطانيا الداعمة للصهيونية. وفي أكتوبر عام 37 هرب المفتي أمين الحسيني وعدد من أعضاء القيادة إلى لبنان، ولم يعد للشعب الفلسطيني قيادة سياسية على أرضه. كان طلبة فلسطين في المرحلة الابتدائية يدرسون عام 38 أن حدود فلسطين هي لبنان والمملكة المصرية والبحر المتوسط وسوريا وشرق الأردن. هكذا كانت فلسطين ضمن خارطة العالم. بعد 10 سنوات سيتغير كل شيء. استمرت الثورة الشعبية في فلسطين رغم غياب القيادة السياسية. وللقضاء على الثورة تم تعزيز الجيش البريطاني 20,000 جندي إضافي. بريطانيا جندت من أجل أن تكسر هذه الثورة يعني كانت جندت يعني أشهر جنرالاتها، الجنرال ويفل، الجنرال ديل، الجنرال ماكميلان، الجنرال ريش، 4 جنرالات ومشتركوا في الحرب العالمية الأولى يعني خبرات عسكرية كبيرة جدا. وتصاعدت عمليات القمع والتفتيش لتجريد الفلسطينيين من أي سلاح.